بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معايا محبي ومتابعي وصحاب قناة بيبل، تعليم الخياطة والتفصيل بدون بترول للسهل الممتنع. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة هنتعرف مع بعض. أكتر من حد من المتابعين طلبوا الموديل ده. ده إسدال أو ممكن يبقى شكل عباية براحتكم. طبعا الشكل اللي انتوا شايفينه ده بيبقى ماتشنج ألوان، طبعا كذا لون، 3 دي جرا دي كده، متدرج 3 ألوان مثلا. طبعا الألوان دي حسب رغبتك وحسب ذوقك انتي، تمام. طبعا طريقته سهلة جدا وبسيطة. الخامة الموجودة في الصورة دي فيسكوز يا جماعة، بيبقى قطن. طبعا الخامة اللي انتي حباها، طبعا لو عملتيه كريب او كده بيدي شكل العباية. وانا قلت قبل كده ان اللي بيختلف العباية عن الاسدال بتاعنا الخامة، الماتيريال نفسه، فحسب ما انتي عايزة. طب هياخد قد ايه؟ بصوا يا جماعة، كل هو شايفين الطول من اول فوق لغاية تحت، هاخد الطول واقسمه على 3. يعني سي كده مثال ان الطول بتاعي 1.5 متر، يبقى ده مثلا 50 وده 50 وده 50. يبقى هنا عندي الجزء ده انا عايزة اقسم الطول بتاعي 3 خانات متساويين في الاطوال. طبعا ده براحتك، عاوزة تكبري جزء منهم بتكبريه براحتك، تمام. بس انا بقولك الفكرة، يعني انا بقولك كده الفكرة خلاص. طيب انا مثلا عايزة هنا 50 وهنا 50، وممكن تحت مثلا لو هو اصغر شوية هتلاقيه 40. لا طبعا لو طولك اقل هتلاقي الطول اللي تحت ده بيقصر معاكي شوية، طبعا ده حسب رغبتك. بس هي الفكرة واحدة. اوكي يا جماعة، تمام. يبقى انا معنى كده ان انا هجيب 3 متر من كل لون متر، طبعا بالاضافة بلس كده الطرحة بتاعتي بجيبها خارجية. يعني انا كده لو ممكن اجيب 0.5 متر او 1 متر الا ربع حسب ما انا بحب عرض الطرحة بتاعتي ايه، او لو انت عايزة طرحة منفصلة من بره براحتك. طبعا دي يفضل تبقى الطرحة بتاعته منفصلة، شكل الطرحة وهي ملبوسة ان هي كده منفصلة مش متصلة، بيبقى شكلها اشك. وان انت ممكن كمان تغيريها باي لون من الالوان الموجودة في الايه، في الاسدال او العباية بتاعتك. خلاص اوكي. يبقى كده ان انا الاسدال بتاعي ده مثلا هياخد حوالي 3.5 متر اللي هو النص ده، بنضيفه للطرحة بتاعتنا. خلاص كده يا جماعة، نشوف مع بعض هنعمله ازاي مع بعض. طبعا اي الوان انا جايبه الوان بحيث ان انت حسب ماتشنج الالوان اللي انت عايزه تدخليه مع بعضه، ده حسب رغبتك انت طبعا وذوقك. الحاجات دي اذواق طبعا، بس ايه طبعا يفضل ال3 الوان بيبقوا داخلين مع بعض شكلهم متناسق، غامق في فاتح، او على حسب انت حابه ايه. هنشوف مع بعض، نبدأ نشوف مع بعض هنعمله ازاي. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، قلت لكم ان هو 3 الوان. طبعا زي ما شايفين كده الطرحة بتاعتنا من الجزء اللي فوق، الطرحة بتاعتنا دايما في الكذا شكل اللي انا وريته لكم هو نفس اللون اللي بادئة في بيه من فوق. ليه؟ لان احنا كمان بنطلع منه الاسورة الموجودة اللي هي فيها الاسك، اللي هي تكملة الكم بتاعنا لو اثر عرض القماش معانا على حسب العرض بتاع القماش. اهو اهو لون تاني كفي، اهو برضو الطرحة نفس الدرجة بتاعت فوق. طبعا زي ما انتوا شايفين كده في استك في الكم بتاعنا. نبدأ نشرح الفكرة بتاعتنا. انا مثلا كده جايبة ال3 الوان بتوعي. فرضا مثلا انا دلوقتي هبدأ باللون ده من فوق، او حسب اللون ده او اللون ده حسب ما انتي عايزة. ده طبعا الشكل ده حسب ايه، حسب رغبتك، عايزة تدرجيهم براحتك. شفتي انا احطهم في اي لون انتي عايزة حسب ما انتي عايزاهم. اوكي يا جماعة، تمام. المهم هجري الجزء اللي فوق ده الاول واحد اول واحد. طبعا هنا دور كده الطول مرتين، يعني احنا كده جايبه مثلا دور متر، متر في عرض 1.5 متر. المتر ده بتاعي هطبقه نصين كده، انا ده هسيبه زي ما هو كده متصل، واروح مطبقاه كمان على الـ4. يبقى كده تاني تاني يا جماعه، انا كده جبت الطول الطول، لان زي ما انت شايفه مدرج قدام مدرج ورا بنفس الشكل. فانا مثلا هعمل الطول الامامي مثلا 50 من اللون ده، يبقى برضو في ورا كمان 50، يبقى في 50 امامي و50 خلف، ده اللي هو المتر اللي انا جبته مثلا في عرض كام، في عرض 1.5 متر، واطبقه كده على الـ4. طبعا لو القماش عرضه اكتر طبعا بيديك الكم كله مرتاح مع بعضه، تمام. تاني هرجع بقى اعمل الجزء اللي تحت بقى، هبدأ بقى ده اللون التاني. لا هاجي بقى اللون التاني، انا مش هجيب، انا كنت طبقت كده كده 2 4 صح الجزء ده. لا انا هطبق نفس التطبيقه، بس قبل ما اطبق هفصل ده عن ده. ده كده بطريقه سهله جدا وبسيطه من غير بطرن ولا اي حاجه، هروح جاي كده الاتنين اهم على بعض، واروح مطبقه كده كمان على
كده الاربعة بس منفصل، واجي احطه كده على بعض. طبعا هنا هركبهم على بعض بحوالي سنتي اللي هو الخياطات بتاعي. هاجي اعمل للدرجة اللون التالت بنفس الطريقة، هفصل نص متر على النص متر التاني اهو، او طبعا حسب يا جماعة الاطوال اللي انت عايزاها. طبعا بكون جايبة ده نص متر او متر الا ربع حسب الطرحة بتاعتك اللي انت عايزاها. هاجي كده برضه اهو مطبقهم الاتنين اهو، واروح مطبقهم كمان على الاربعة. تمام اوكي يا جماعة. وباجي احطهم كده كمان زيادة ايه، ان انا كده اللي انا حطاهم على بعض دول مسافات الخياطة بتاعتي، 1 سنتي من هنا و1 سنتي من هنا. انا كده بصوا كأني انا بتعامل معاكو كأن القماش قطعة واحدة، كأن القماش قطعة واحدة. طيب انا هعمل ايه؟ ثبت القماش مثلا، يا اما تحطي له حاجات تقيلات يا جماعة كده، حاجات تقيلة عشان خاطر ما انت ما تحسيش ان القماش يزحزح منك وان انت تلخبطي. عايزه تشتغلي من غير مش هيلخبط خلاص اوكي مفيش مشكله. وانا كده بص بتعامل كأن انا جايبه الطول مرتين وطبقته على الاربعه ده. تمام تمام هنيجي نشوف بقى هنعمل ايه مع بعض كده بطريقه بسيطه. طبعا اول حاجه باخدها يا جماعه عرض الكتف بتاعي، مثلا لو عرض الكتف كام يا جماعه من عظمه الكتف لعظمه الكتف 40، باخد نصها. يبقى انا باخد عرض الكتف على الاثنين، وباخد من هنا لهنا كده العرض الكتف بتاعي. تمام كده انا بس عايزه افهمكم، لكن هي انت ممكن تاخديها الخطوه دي على طول اهو. لو هو ده كده هنا يا جماعه عرض الكتف اهو، هنا عندي دوران رقبه هاجي اقرب كده اهو. لو هنا عندي دوران رقبه باخد دوران الرقبه كده في خلفي وفي طبعا امامي اوكي تمام. هنا عندي لو هنا ده كده ميل الكتف بتاعي. طبعا بيبدا، انا عايزه بس افهمك ان الكم بيبدا من هنا. طبعا القماشه دي ناعمه معايا جدا، الفسكوس ده طري جدا وناعم، انا مش لازم اخد ميل كتف، ده اللي عايزه اقوله لك. انا هسيب كده الجزء ده، عشان كده الجزء اللي فوق ده انا الوحيد اللي انا ما قصتوش وما فصلتوش اتنين. خلاص كده يا ربي كده انا حبيت اوضح بس النقطه ان انت ممكن تعملي ميل كتف وممكن ما تعمليش. إيه وهحط لكم برده في صندوق الوصف طرق السدالات اللي احنا الاسدالات اللي احنا عملناها. طيب هاجي كده بقى اخد من هنا لهنا كده خلاص، انا كده هاخد اطول ما عندي في الجزء ده. بس انا عايزه اعرف من هنا لهنا هي هل هيديني طول الكم كامل ولا هيديني قصير؟ طبعا احنا قلنا ده حسب العرض. طبعا انا ببسط لك الامور بسهلها لك، بقول لك هتمسك كده. طبعا لو افترضنا طول الكم بتاعي 60 سنتي، 60 سنتي، يبقى انا هقيس 60 من هنا، من هنا يا جماعه من نقطه الكتف دي لغايه ما اشوف الـ60 هتكمل ولا هتطلع قصيره. كملت اوكي مفيش مشكله، طلعت قصيره هكملها باسوره، والاسوره طبعا هيبقى لها قصر زي ما انتوا شفتوها. خلاص طيب انا هعتبر لك هقول لك الحالتين معايا. بصوا لو انا مثلا الكم ده كده مكمل، هاخد طبعا الدوران بتاعي ده واسع واسع عشان انا عايزه المه بايه، بالاستك بتاعي. انا ممكن انزل من هنا لهنا 20 سنتي، 20 سنتي عشان لما يتلموا خلاص يا جماعة كده، او اكتر برضو 20 سنتي لو كانت البنوتة رفنوعة والبنات الصغيرة. لكن لا احنا لو حد كبير شوية وعايزاه بقى مكشكش هخليه ايه حوالي 30 سنتي، بحيث ان هو يلم معايا الكشكشة. لو 20 لو حد صغير طبعا الموديل ده يبقى حلو قوي، حتى لو فيه الوان مبهجة ممكن يبقى الاطفال شكله حلو. خلاص هاي كده هنزل من هنا 30 سنتي مثلا اوكي يا جماعة، وباخد كده بعمل له حردة بسيطة. ده لو الكم عندي كامل او مش كامل برضو احدد مكان الحد، عشان لما اجي حتى لو ركبت اسورة يا جماعة عارفة ان انا هركبها في الجزئية دي. خلاص هاجي كده اهو. طيب هاجي كده انا خلاص حددت من فوق المكان بتاعي. طيب انا عايزة من هنا من تحت مثلا، من تحت يا جماعة انا ممكن اخد الجزء ده بتاعي مثلا من هنا لهنا حوالي 50 سنتي او اكتر. زي ما انت شايفه كده الاسدال دون نازل على واسع قوي، لو هو مربع عامل زي الفراشه او عامل زي الملحفه الواسعه انا ممكن طبعا اخده على وسع كله، ده حسب رغبتك. هو كده كده اصلا التطبيقه بتاعتنا دي حوالي من 70 ل 75 سنتي. خلاص انا بقول لي خدي 50 او 55 لو انت عاوزه توسعي اكتر. فانا هاجي امسك ده كده كده هنزل بيها للوسع اللي انا ايه للي انا مثلا اخديه اهو اوكي كده يا جماعه. انا بس عايزه اوصل لكم المعلومه بتاعتنا بطريقه سهله جدا وبسيطه. خلاص يا رب يكون الموديل او الشكل واضح. خلاص كده يا جماعه تمام. يبقى انا كده اهو اهو كده هقص بقى كده، هاجي اقص كده ونشوف مع بعض. هاجي كده بالمقص بتاعي اهو. طبعا عايزه قلت لك توسعي في الديل بتاع العبايه او الاسدال بتاعك براحتك. طبعا
طبعا يا جماعه الحته دي يا ريت اخدها بدوران، ما اخدهاش مستقيمه عشان ما تشدش مني، ما يبقاش الخياطه شاده بره. اوكي اهو تمام. طبعا هنا هاخد الحربه الخلفيه الاول، وبعد كده لما افرد دلوقتي هاخد الحرده الاماميه. خلاص كده هفك كده الاصولات اللي انا موصلاها مع بعض. هاجي كده افتح ده، هاخد الاول ده كده، هفتح الحرده الاماميه. طبعا احنا هنعملها يا ريت على 8 او 9. طبعا احنا هنعملها مثلا على 8 هنا يا جماعه عشان خاطر نعملها سوسته. لو هي الخامه دي طبعا في سكوز هنعمله سوسته، وهحط لكم في صندوق الوصف الازدال اللي احنا عملناه سوسته شق. خلاص تمام. هاي كده اهو انا عندي نص امامي ونص خلفي. خلاص طيب انا هاجي اعمل كده ايه، هحط كده لو انا عايزه اركب مثلا الجزء اللون ده تاني لون. هاخد كده انا عندي هنا يا جماعه، بص هفرد كده، ده امامي مثلا اهو، ده كان عندي الحرده الاماميه مثلا. هاخد كده هفرد ده كده، هفرد امامي، هياخد واحده تاخد الامامي وواحده تاخد الخلفي. هعمل ازاي؟ احط كده يا جماعه وش على وش، وهبدا اخيط وش على وش كده، وهبدا اخيط في السنت اللي انا كنت حطاهم على بعض عشان يديني الاطوال مظبوطه بالخياطات بتاعتنا. طبعا الاسدال والعبايات والحاجات دي يا جماعه عادي، طبعا الاسدال بالذات كمان بيبقى اسدال الصلاه بيبقى يعني واصل الارض عادي، فان هو يوصل الارض او يقع في الارض دي حاجه مش يعني دي مش حاجه غير العبايه. العبايه لازم تبقى مظبوطه طبعا عشان بنخرج بيها بنلبس كده يعني، فاهميني؟ تمام. في الاسدال في الصلاه اهو كده، ده كده تاني لون. طيب نيجي لتالت لون، طبعا نفس القصه بالظبط. ده هياخد هنا برضه، احط ده بنفس الطريقه وش على وش، وخيطه ده برضه اهو وش على وش وبرضه يتخيط. ده كده عندي هنا الحرده دي كده الامامي، وده كده الخلفي بنفس التكنيك بالظبط بنفس الخطوات. هنعمل ده وهنعمل ده، طريقته سهله جدا يا جماعه. ناس كتيره سالت على الموديل دون وتواصلت معايا، بس انا ما دام الحاجه جت عليها اسئله كتيره، وهو طبعا احنا كل سنه وانتم طيبين، الحاجات دي حلوه جدا في حتى في الايام العاديه يا جماعه، بصرف النظر عن ان هو يعني رمضان او غيره، في الناس بتحب التجديد. بس طبعا ايه، رمضان بشهر طبعا كده ان شاء الله يجعله كده ايام مباركه على الجميع، الواحد بيحب يلبس حاجه جديده طبعا، فرحه بالشهر المبارك بتاعنا. كل سنه وحضراتكم طيبين. طيب هاجي كده اهو، بصوا كده لو خدتوا بالكم كده، بص ده اللون مثلا بتاعه اهو، زي ده اللون بتاعه، ده كده الامامي اهو. طبعا اللي احنا عاملين الاسدال بتاعنا او العبايه من تحت واسعه، فبتديكي شكل التهديله زي ما انت شايفاها كده طبعا في الصوره بتاعتنا. خلاص طيب هنعمل الخلفي بنفس الطريقه بالظبط اهو، طبعا بنفس درجات الالوان بتاعتنا، بنفس تدريجه الالوان يا جماعه. خلاص طريقته سهله جدا وبسيطه، مفيش اي حاجه، بس هي طبعا ايه ساعات لما الفكره تبقى جديده بالنسبه لك انت بتستغربيها، لكن هي لما بتشرح بتبقى بسيطه جدا وسهله، مفيش اي حاجه. وعلى فكره شكله شيك جدا، وممكن اصلا الشكل ده يتعمل تونيك، يتعمل اي حاجه تاني، مش شرط ان هو يبقى طويل للاخر، فهي الفكره واحده. اوكي اهو، طبعا هعمل برضو نفس اللون الاخير اهو، برضو وش على وش وهقلبه. تمام اهو يا جماعه، بعد ما خيطناه ده طبعا الامامي، وده الخلفي بتاعنا بنفس الشكل طبعا. طيب هنيجي هنا هنحط نشوف ازاي هنقدر نكمل الكم بتاعنا بطريقه سهله جدا وبسيطه. طبعا احنا هنفترض دلوقتي ان القماش بتاعنا العرض بتاعه ما جابش طول الكم كامل. طيب هنا هجيب طبعا هشوف الكم كان ناقص طوله قد ايه، يعني مثلا اداني 50 يبقى فاضل لي 10، اداني 40 يبقى فاضل لي 20، ده لو كم مثلا 60 وهكذا. طبعا بنطول فوق طول الكم، يعني لو كم 60 جبته 60، لا بزود كمان حوالي 10 سنتي عشان التهديله بتاعت الكشكشه بتاعتنا. خلاص طب ده الطول مثلا المناسب بتاعي او ده المكتمل بتاعي، فهاجي كده احط وش على وش وهبدا اخيطه. طيب بعد ما اخيطه انا حطيت مثلا اهو وش على وش اهو، مثلا حطيت وش على وش. طبعا احنا زي ما شفنا في الصور طول الكم تكملته من نفس اللون طبعا بتاع الجزئيه دي. طب اديني كملته مثلا يا جماعه، طبعا ده لازم يبقى الجزء ده قد الجزء ده كده، طبعا ده بتظبطيه طبعا كده كده بيروح في الخياطه الجانبيه حتى لو مش مظبوط. خلاص طيب انا مثلا عملت اهو، هاجي بقى هنا طبعا بياخد اوفر هنا بالتيني، بياخد اوفر والتاني، وهاجي هنا على بعد مسافه معينه كده شويه، هطلع مثلا حوالي 10 سنتي اللي انا المفروض ان انا مزوداهم مثلا دول، ومكان الخط اللي انا عملته ده هكون هنا جايبه استك، الاستك بتاعي
طبعا على الظهر يا جماعة مش على الوش، هاجي كده على الظهر، هاجي كده اعلم على الظهر اهو، وهجيب استك، الاستك هيبقى مسافته الدوران ده عشان هو اللي هيمسك في الجزئية دي تمام، وهاجي احطه هنا بحيث ان انا لما احطه كده يبقى الجزء اللي تحت ده كده مكشكش بتاع الكم وهو من فوق، مش من على مش من على اخر الكم بتاعي، هتجيبه كده بيديكي شكل طبعا حلو جدا. دي طريقة. طيب لو انت عايزة هنا طبعا بنروح عاملينه في الايه، حتى ممكن تدككي بعد ما تخلصي بتتني، بعد ما تقفلي بنتني نعمل مجرى وبندخله، فطبعا ده حسب رغبتك، عايزة تحت براحتك، عايزاه يعمل لك كورنيش يبقى فوق شوية طبعا دي براحتك. فهنعمل الحالتين دول في نفس شكل ايه الاسدال بتاعنا من الناحيتين اهو يا جماعه. بعد ما خيطناه وقفلنا طبعا الجناب بتاعته، إيه طبعا بجيب الطرحه بتاعتي، لو انت عاملاها نص متر يبقى عرضها نص متر، لو عايزه عرض اكبر طبعا بتخليها متر الا رابع، ده حسب إيه حريتك انت إيه. تمام كده يا جماعه. طيب إيه انا هاجي هنا هاخد طبعا الطول اللي انا عايزاه، ببدا من هنا يا جماعه من المكان ده من النص، طبعا النص ده اكون معلماه عشان بعمل عليه السوست الشق بتاعتنا، يفضل تعمليها قبل ما تدمجي الاتنين مع بعض عشان تبقى اسهل لك. طيب هاجي كده هبدأ من عنده، طبعا بطول جزء مسافة حوالي 20 سنتي مثلا براحتك، وبحط كده وش على وش وببدأ الف بالايه بالاسدال بتاعي اهو، طبعا بياخد اوفر، لو انت عندك مكنة اوفر وكده بتاخديه مرة واحدة خياطة اوفر مع بعض اهو، داير ما يدور اهو يا جماعة، عايزاه منفصلة زي ما قلت لكم طبعا بتنضفي ده ببيه عادي خالص، او عايزة تتني اوفر وتانية براحتك برضو تمام، بس احنا عشان بننضف مع السوستة بتاعتنا خلاص اهو، دي الطرحة تلف معاكي لغاية ما توصل الجزء التاني ده عندنا هنا الناحية التانية، اهي توصل عند قدام هنا اهي نفس المكان اللي احنا بدأنا منه ايه الطرحة بتاعتنا، وده بيبقى شكل الطرحة بتاعتك طبعا، ده لو متصلة، انت عايزاها منفصلة ده برضو حاجة ترجع لك انت. يا رب يكون قدرت اوصل المعلومة ويكون الفيديو كان سهل بالنسبة لكم، واكون فعلا سهل ممتنع، ان هو لو اي حاجة صعبة بتبقى بعد كده سهلة بالنسبة لكم مع الشرح ان شاء الله. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، ولو اول مره تخش القناه يا ريت تخش القناه وتفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد، وتشتركي في القناه، ويا ريت يا جماعه شير للفيديو عشان الناس كلها تستفاد، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وسهل وبسيط مع قناه بيبو لتعليم الخياطه والتفصيل السهل الممتنع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.